فيصلى يقول: بما أنني لم أحضر غسل وتكفين ميت للآن، مما يجعل معلوماتي متواضعة، فالذي يرى غير الذي يسمع ويقرأ، أرجو الشرح بإيجاز عن غسل وتكفين الميت حتى أكون على دراية بهذا الأمر الهام، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن العمل على تغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه هذا من أفضل الأعمال، وهو فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ويبقى في حقه سنة. والسائل يسأل عن كيفية التغسيل وكيفية التكفين وما إلى ذلك مما يتعلق تجهيز الميت، جزاه الله خيرا، وهذا يدل على رغبته في الخير. أما شرح ذلك فالأولى به أن يحضر مع من يغسلون الأموات ويكفنونهم، فيعرف ذلك عن طريق العمل والمشاهدة، فإن ذلك أبلغ من التعليم بالقول. عليه أن يحضر مع من يغسل الميت ومن يكفنه ويتولى شؤونه حتى يتعلم تعلما عمليا، لكن لا مانع من وصف هذا العمل حسب ما قرره أهل العلم وفق السنة النبوية. فإن الميت أولا ينجى، معنى أنه يغسل المخرجان، مخرج البول ومخرج الغائط، بعد عصره عصرا يسيرا خفيفا، يخرج ما هو مستعد للخروج من السبيلين، ثم يلف الغاسل على يده فرقة، ثم ينجيه بأن يصب الماء ويغسل المخرجين، ويكون من وراء حائل أيضا بساتر للعورة، يدخل تحته ومن تحت ستارة تكون على عورة الميت، فينجيه ويصب الماء ثم يوضيه كوضوئه للصلاة، إلا أنه لا يدخل الماء إلى فمه وأنفه في المضمضة والاستنشاق، وإنما يدخل أصبعه مبلولة بالماء فيمسح أسنانه وكذلك في منخريه بدون أن يدخل الماء، يمسح داخل منخريه بأصبعه المبلولة، ثم يغسل وجهه ويديه، ثم يكمل وضوءه، ثم يغسل رأسه ويفيض الماء على رأسه. وينبغي أن يكون مع الماء شيء من المنظفات كالسدر والصابون والمنظفات، ثم يفيض الماء على جسمه ويبدأ بميامنه، يفيض الماء على جسمه الواجب مرة واحدة تعم جسمه، وإذا كرر ذلك 3 مرات كان أفضل، وإلا فالواجب أن يعمم جسمه بالماء مرة واحدة، ثم يوضع ما تيسر من الطيب على مواضع سجوده ومغابنه، ثم يلف في أكفانه، والرجل يوضع على عورته شيء ساتر، ثم تجعل الأكفان بعضها فوق بعض، ثم يوضع الميت عليها مستلقيا، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن وطرفها الأيسر على شقه الأيسر، ثم اللفافة الثانية، ثم الثالثة هكذا، ثم يعصب بالعصائب التي تحفظ الكفن عليه لئلا ينتشر، ويجعل فاضل اللفائف على رأسه وعلى قدميه، ثم يرد ويعصب بالعصائب، ثم إذا وضع في لحده تحل هذه العصائب، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أما المرأة فإنها تكفن ب5 أثواب، بقميص ولفافتين، إزار وقميص ولفافتين وخمار على رأسها. نعم.